كابتن عزم الطويله مدرب فريده منهور ولك النهارده مبروك اغلى 3 نقاط من ملعب كومبانيا. الحمد لله رب العالمين. الماتش صعب جدا, ربنا كرمنا ان شاء الله. الحمد لله كسبنا 1-0 وان شاء الله يعني جاي اصعب. مفيش حاجه سهله, احنا بنلعب بره زي جوه, كلنا مش هنخش, لازم نكسب. الاول سهل جدا يبقى انا اول, لكن الصعب ان انا صح. رايك في اللقاء اليوم وشايفين ان فريده منهور كان متراجع شويه؟ احنا كنا مترجعين, انت عارف حاله الملعب مش ان جه صناعي واللعيبه برده ممكن تحصل حاجه يعادل الزحلقه, فكنا بنتامن اكتر وبنحاول نلعب على الكوره المرتده. فالحمد لله ربنا كرمنا في ضغطه من قدام وبيستحوذ الكوره وجاب جول. الحمد لله ربنا كرمنا. لقاء الاولمبي يكون الاسبوع القادم, شايف ازاي؟ ان شاء الله هنستعد لهم من بكره ان شاء الله. خلصنا ماتش النهارده, هنبدا ان شاء الله بكره الاولمبي. مش صعب, منافس عنيد مع ورانا على طول في لنا, كان هو راكب من اول السنه. فان شاء الله ربنا يوفق اللعيبه يعني, وعشان نكبر فيهم ان شاء الله الماتشات اللي جايه قد احسن واحسن ان شاء الله. من هنا كابتن, كنت طفيف في ان شاء الله.